السلام عليكم. كما كتعرفوا تفاجئنا بهاد الجريمه اللي وقعت اليوم البارح. هاد الناس كانوا مصدعين في الدار، كان الغوت وكان الصداع، ولكن حنا قلنا صداع ديال العائله، فهمتي؟ واليوم كنت كنتفاجئوا بالسيد مشى قدم راسه، وجاو البوليس وجاو الشرطه العلميه، طلعوا السيد للدار، تتفاجئنا بان السيده مقتوله مضروبه الراس، وهو حتى هو مجروح في وجهه مضروب. يعني ان راه كان شي شجار بيناتهم، والناس كبار في العمر 56 60 تقريبا، الناس بعقلهم ووليداتهم دايرين، حيت يلاه سكنوا شي يومين هادي باش جابوا الرحيل، وقبل من يومين كان شي صداع، فهمتي؟ كنت انا خدام في الكونطوار مع ديك العشره، هبطوا تبعاتوا بالغوت لمرطو، داكشي كيتغاوتوا زاد في حالاته، قلت شجار عائلي هادي، واليوم تتفاجئنا بان السيد قتل مرطو. هادشي اللي كاين. شنو كانت اخر مره شفتيه؟ اخر مره شي 3 ايام هادي، نهار حطوا الرحيل، جات هوندا حطت الرحيل. الا هو ما كيعمرش، يلاه جاو جداد، فهمتي؟ تقدم عندي مره واحده اللي تقدم عندي هادشي ديال الماكله، تقدم عندي شي نص كيلو شفنج والحرشه والمسمن، فهمتي؟ مع ديك العصا شي سيمانه ملي كانوا كيصلحوا، ملي كانوا عندو المعلمين. هادشي اللي كاين، ما كنعرفين عليهم حتى شي حاجه. والدار تقريبا راه ديال بنتهم، حيت انا السيده اللي توفات، المراه اللي توفات الكبيره، كانت كتجي مع واحد بنتها، هي مولات البارتنر. وكنتمنى هادشي ما يتعاودش، وكنشكروا الامن الوطني والسلطات العموميه وكل شيء اللي لبوا الطلب، وكان واحد استنفار ديال الامن كبير هنا، كان بالليل، ولكن قدم راسو تقريبا بالليل ملي كان صداع، فهمتي؟ ما عرفناش بالضبط القتيله انت كانت، ولكن حتى العشيه عاد قدم راسو السيد. وكنشكركم انتم على الصحافه اللي لبات النداء، وديما كتجيو في الوقت، نحييو السلطات العموميه والامن الوطني والحموشي وهذا الشيء اللي كاين. وكنتمنى ما بقاش يتعاود هذا الشيء في هذا الحي، حيت هذا الحي زوين والله يعمر هذا، الناس كل شيء دراوش. السلام عليكم. حنا من الناس ديال المسمن، جيران هاد الناس هادو فتح الدار، كنتفاجئوا اخويا بهاد الفاجعه هادي. شان نقول لك، الدرب كله مهزوز بالناس هنايا، ما مرتاح كيقول لك اودي هاد الناس هادو ناس كبار، يعني هادشي ماشي ديالهم. والفجعة وقعت اخويا كيقولوا البارح بالليل، ماشي اليوم. السيد اليوم كيعلن بانه هادشي هذا اللي وقع، كيبلغ الراجل، قالوا بانه بلغ بيدو السلطات. اخويا هادشي كيخلع صراحه، الدرب هذا ما مولفش على هاد المشاكل هادي. الله يحضر السلامه.